شعوري بأن شقيق شهيد اللي راح ضحية عملية إرهابية في موريتانيا 2011، عنها عملية عن عملية دينية عملية إجرامية. أنا بالنسبة لي يعني الناس اللي تضحت، ودائما أثرت حتى في الأسرة، وأثرت علي كشخص. الإنسان اللي عنده شقيق واحد ويفقده عن قبله شيء قد تقريبا كان عنده، وخاصة إني عود راح بعملية إرهابية وعملية دينية. إذا كان راح مثل عادي يعتبر عنها، يعني عود راح بعملية إرهابية يعتبر عنها مثل عن الدينية إلى أقصى الحدود، وأنا بعض ضدها. وأيضا الأسرة اللي أنا انتمى لها، أنا أسرة ضدها، وتعتبر عن الناس اللي ينتموا للنوع من الفكر ولا النوع من المسائل، عن الناس مجرمين، عن الناس إرهابيين، عنهم ما عندهم ضمير للإنسانية. بيدي قتل نفس بريئة دم بارد يعتبر عمل لأقصى الحدود، عنه عمل جريمة، عمل دنيء لأقصى الحدود. ما يخص استراتيجية الدول مكافحة الإرهاب، بالنسبة لي عن في عاملين، عامل هو عامل الحوار والتسامح والسلم، أيضا هناك عامل أيضا تعزيز ما بين الدول، دول المغرب العربي اللي هي تعانت من هذه المسألة وما زالت بعضها تعاني من هذه العملية، تعزيز قوى الأمن ما بينها، بين العساكر، بين دول المغرب العربي الخمسة، تعزيز خاصة ربط والله توحيد الجهود من أجل اسمه عدم ترك كل دولة تحارب حدودها وحدها. جميع المعلومات اللي تنتخب من المغرب، تونس، ليبيا، موريتانيا، الجزائر، يطلب منهم اتحاد في هذا أخذ المعلومات وتدقيقها، وتدريب العساكر من أجل أوتوماتية أشخاص مدربين لمكافحة الإرهاب. بيدين الجندي ما هو مدرب الإرهاب، ما يقدر أبدا يقدر يفاجئ الإرهاب في أي لحظة، كيف موقع دائما جيش موريتاني اللي راح ضحية دائما، عدو دائما يعدد مكمين، يعني هو واحد ضحيته بيدي أصلا ما هو مدرب على مكافحة الإرهاب. بالعكس بعض من الدول المتقدمة هماتية شيوخ، هماتية فرق مخصصة لمكافحة الإرهاب، أيضا الجنود كانوا مهيئين للنوع من العمليات، لكن لاجئتهم ما تفاجئهم. وأنا بعد نتمنى أن يعود هناك ولو ما عود جيش بين المغرب العربي، يقال يعود هماتية تنسيق جهود معقلة مركزة لمكافحة الإرهاب بدول المغرب العربي الخمسة. تقدم نفسك. أنا خليفة محمد فؤاد، شقيق الشهيد علي محمد فؤاد الدركي، اللي راح ضحية عملية إرهابية في موريتانيا 2011 في القصيبة، ولاية ترابزون.